النهاردة عندنا مجموعة من الأخبار والموضوعات والفقرات اللي بتهم حضراتكم، لكن خلونا الأول نبتدي مع بعض بالأخبار اللي حصلت امبارح وأبرزها. الحكومة استعرضت نشاطها الأسبوعي في انفوجراف، وكمان الحكومة نفت رفض البنك المركزي لتوفير تمويلات استيراد عدد من السلع، وأخبار تانية كتير هنعرفها في سياق التقرير اللي جاي. مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها إن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر تقرير شمل مجموعة من الإنفوجرافات اللي سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء خلال الفترة من 17 ولحد 23 ديسمبر. تضمنت الإنفوجرافات الموافقة على عدد من القرارات والاجتماعات واللقاءات اللي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة للأنشطة اللي قام بيها. امبارح كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إن المنشور اللي انتشر بخصوص زعم إصدار البنك المركزي تعليمات بوقف توفير التمويلات اللازمة لاستيراد عدد من السلع من بينها السيارات والهواتف المحمولة هو كلام غير صحيح. المركز تواصل مع البنك المركزي المصري ونفى الأخبار دي، وأكد إن المنشور المتداول مزيف وغير صادر عن البنك المركزي، وشدد كمان إن أي قرارات أو تعليمات بيصدرها البنك المركزي بيتم الإعلان عنها في بيانات رسمية. امبارح وصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة كلنا واحد من خلال توجيه عدة قوافل لتوزيع المساعدات العينية على المواطنين بالمناطق الحضرية الجديدة والأشد احتياجاً بنطاق مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبيأتي ذلك في إطار الدور اللي بتطلع بيه الوزارة للمساهمة في رفع العبء عن المواطنين. كمان استمرت منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية في إعداد عبوات بتحتوي على سلع متنوعة بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بتخفيضات تصل ل 50% من خلال عدد 1026 منفذ ثابت ومتحرك في الميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة أمان لحد نهاية السنة. امبارح استطلعت دار الإفتاء المصرية هلال شهر جمادى الآخرة بعد غروب شمس 29 من شهر جمادى الأولى لعام 1444 هجرية الموافق يوم 23 من ديسمبر 2022، وده من خلال اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية. وأعلنت دار الإفتاء المصرية إن اليوم السبت الموافق 24 من ديسمبر هو المتمم لشهر جمادى الأولى، وإنه بكرة الحد هيكون أول أيام شهر جمادى الآخرة. الواحد في الحقيقة بيستغرب لما بيشوف الشائعات اللي لسه ما زالت بتصدر، حتى اللي بيصدر هذه الشائعات يعني بيكون في انفصام تام عن الواقع أو عن التصريحات اللي بتخرج من الحكومة تحديدا. يمكن كان في شائعة ونفاها المجلس يعني مركز الإعلام الخاص لمجلس الوزراء الخاصة برفض البنك المركزي توفير تمويلات لاستيراد عدد من السلع، يعني يمكن التصريح ده بيتزامن مع لو رجع بس يعني مصدر أو من أطلق هذه الشائعة هيلاقي إن في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع اللي فات تحديدا يوم الأربعاء حسب ما أعتقد كان في تصريح لدولة رئيس الوزراء بيقول إن في تسريع لإجراءات الإفراج الجمركية عن السلع لزيادة المخزون من هذه السلع الاستراتيجية تحديدا قبل دخول شهر رمضان المبارك. يعني على أي حال ربنا يهدي يعني هؤلاء الأشخاص. يعني نروح لموضوع آخر ونروح لجولة المحافظات، لأن معنا مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة اللي منها الانتهاء من أعمال الحملة القومية للقضاء على البلهارسيا في محافظة الوادي الجديد، وكمان في تسليم الدفعة التاسعة من اللحوم لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في شمال سيناء، وأكثر من 60,000 مستفيد من خدمات حقك تنظمي أو حقك تنظمي خلال المرحلة الثانية في محافظة الدقهلية، بالإضافة لأخبار أخرى هنتابعها في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأخبار والأحداث المهمة، أبرزها إن مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد خلصت أعمال الحملة القومية للقضاء على البلهارسيا والطفيليات المعوية، وده من خلال الكشف على الطلاب والتلاميذ في مدارس المحافظة، وتم الانتهاء من فحص 36,515 طالب وطالبة في كل المدارس وبمراحلها المختلفة.
مديرية أوقاف شمال سيناء سلمت لجنة من مديرية التضامن الاجتماعي الدفعة 9 من لحوم الأوقاف لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في محافظة شمال سيناء، ووزنها 4 طن لحوم. في محافظة الدقهلية تم الإعلان عن ختام فعاليات المرحلة الثانية من حملة تنظيم الأسرة حقك تنظمي، ووصل عدد المستفيدات من خدمات الحملة 61516 سيدة على مستوى المحافظة، منهم 32970 منتفعة بوسائل تنظيم الأسرة. الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومي للمرأة في أسوان أكدت على تنظيم 20 جلسة من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية بالتعاون مع مديرية الأوقاف وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية بهدف رفع الوعي بالقضية السكانية والصحة الإنجابية وزواج القاصرات. في محافظة كفر الشيخ تم زراعة 200,000 فدان قمح في مراكز المحافظة، وبتشهد قرى مراكز المحافظة حملات توعية ضد الحشائش العريضة والنجيلية بالتنسيق مع الحملة القومية للنهوض بالقمح ومركز البحوث. في محافظة بني سويف تم تنفيذ قافلة طبية بقرية شنرة بمركز الفشم مكونة من 9 عيادات في 8 تخصصات زي البطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية وتنظيم الأسرة والأسنان، وده ضمن إجراءات وقائية مشددة، وتم الكشف على 1453 مريض وصرف العلاج ليهم بالمجان. في محافظة البحيرة انتشرت كل المعدات والأطقم والأجهزة استعداداً لموسم الشتاء والأمطار، وتم الدفع بأكثر من 1300 معدة وطاقم بالإضافة لماكينات الشفط والمعدات والوحدات الخاصة بالحماية المدنية للتدخل الفوري ورفع تراكمات المياه على الفور. في محافظة الأليوبية تم تفعيل منظومة الباركود QR كود لتلقي الشكاوى الحكومية المتعلقة بالقطاع الطبي، وده انطلاقاً من حرص الدولة على تيسير حصول المواطنين على خدماتهم وتذليل المشاكل اللي بتعيقها.